هاد الكور نوار يمكن نصاوبوه ارتيفيسيالمون، غندير واحد لا كافيتي، واحد الكافيتي مغلقه دايره على راسها، وغنديروا فيها واحد لو ترو. واي ها هو بلاتي، ها هو الشكل، ها هي دابا عندنا واحد الكافيتي غنديروا فيها واحد لو ترو، ها هو، بحيث اي شعاع دخل لهاد لا كافيتي غادي يبقى يطالي انعكاسات، غيبقى يطاليه انعكاسات حتى غتمشي الطاقة ديالو كامل صافي، وغادي يبقى في ديك الكافيتي ما غاديش يخرج. اذا هذه هي الطريقة باش كيمتص الجسم الاسود، كيمتص جميع الاشعاعات اللي كتسقط عليه. قلنا دابا ندوزو ان كافيتي بورتي ا ان تمبيراتير تي تري غروند émet des radiations qui sont régies par les lois dites des rayonnements des corps noirs. Quelque si il est donné à le corps noir ou se renaît, le corps noir radie des radiations. Radiation, ishaat. Mais quand on dit ishaat, اشعاعات يقدر يكون كينتمي للدومين فيزيبل، يقدر يكون تينتمي للدومين الترافيولي لافخاروج. المهم اشعاعات، عبارة عن موجات. القوانين اللي كتحكم هاد لو كور نوار اشناهو؟ القانون الاول هو لوا دو ستيفان. اش كيقول لك لوا دو ستيفان؟ لا دونسيتي دينيرجي اي دي رايونمون دي كور نوار نو ديبون كو دو لا تمبيراتير تي de ce corps, elle est proportionnelle à T à la puissance 4. Il a de la densité, d'énergie, il a de la rayonnement qui va être le jism, il a T à la puissance 4, il a la température, ou que tu as U est égal, A à la puissance, A fois T à la puissance 4, bi hait A, il y a une constante. Tanyen, la densité d'énergie des rayonnements thermiques mesurés expérimentalement présente une forme universelle. Elle est nulle pour des fréquences nu supérieures à zéro et nu envers l'infini. Elle passe par un maximum pour une température donnée. عندك هنا واحد الجسم ها هو مسخنينو في درجة حرارة مختلفة 3500 4000 4500 5000. غادي ناخدو حنا درجة حرارة وحدة مثلا، هادي ديال تي كتساوي 4000 كلفين. قالك السي ملي انت غتحط هذاك لو كور نوار ولا الجسم غتحطو تحطو تحت واحد درجة الحرارة اللي هي 4000 كلفين، اش غادي يدير؟ غادي يبدا يبعث بواحد الاشعاعات. هادوك الاشعاعات غادي يبقاو غتبقى غادي لانتونسيتي تكبر تكبر تكبر، هي هادي كيما كنشوفو هنا، لانتونسيتي غتبقى غادي تكبر 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 حتى غتوصل لواحد الماكسيموم وغادي تنزل. هذاك الماكسيموم ديال ديال لانتونسيتي ديال داك الاشعاع، الى درنا ليه الاسقاط على محور الافاصيل اللي هو لا لونغور دون، غادي تعطينا هي اللون، ديال داك الاشعاع. وكنلاحظوا هنايا اش كتي كنلاحظوا هنايا بالله ديك لانتونسيتي نول هنا في البلاصه اللي كاينه فيها لامدا كبيره، يعني بما ان لامدا هنا كبيره، يعني اشنو؟ يعني ان الفريكونس صغير. هنا هذه هي الاولى اللي شلنا هنا، فاش كتكون ني كبر واحد شويه من الصفر كتكون قال لك لانتونسيتي نول. وزيد عاوتاني ملي كتكون عندك هنا ني طونفير لانفيني، زعما ني عندها واحد القيمه كبيره هي هنا، يعني بما ان لا لونغور دوند انفيرسمون بروبورسيونيل لا فريكونس، اذا هنا عندنا دي فريكونس اللي هما صغار. اذا كنلاحظوا بلا لانتونسيتي هنا صغيره ولانتونسيتي هنا صغيره، وهاد لا كوب كي ريبريزونتي لنا واحد الماكسيموم، وكما قلنا داك الماكسيموم
الاسقاط على محور الافاصيل كيعطينا واحد لا لونغور دوند، وهذيك لا لونغور دوند هي اللون ديال داك الاشعاع، وهادشي غيفسروا لنا السيوين. هو مسيوين. اش لقاها بمسيوين؟ لي بروميير كاركتيريستيك تيوريك كلاسيك دو سيت كورب اون تيتي اوبتوني بار وين. هاد وين هو اول واحد حصلنا على هاد لي كورب اكسبيريمونطال. وشنو لقى؟ لقى بلا لا ديب لو ديبلاسمون دي ماكسيموم سوي اي لوا اي. لقى بلا هاد الماكسيموم هذا هو كيتبع واحد القانون اللي هو هذا لامدا ماكسيمال فوا لا تمبيراتير، كتعطينا واحد الكونستانت. هي هذه مثلا الا شدينا هاد لا تمبيراتير اللي هي 3500 وضربناها في لا لونغور دوند اللي مقابله معايا هنايا، غادي تعطينا هاد العدد 2.898 في 10 ناقص 3. الا شدينا عاوتاني هاد 4000 كيلفين وضربناها في لا لونغور دوند اللي مقابله ليها، غنصيبو عاوتاني نفس الكونستانت. وعاوتاني 4500 ضربناها في لا لونغور دوند اللي مقابله معاها، غادي نلقاو نفس الكونستانت. هادشي اشنو مكننا بان انطلاقا من اللون ديال داك الاشعاع اللي كنلتقطو من داك الجسم يمكننا نعرفو درجة الحرارة. وهذه هي الطريقة اللي كيستعملو هذه هي الطريقة اللي كيستعملو باش يعرفو درجة الحرارة ديال الاجسام عن بعد. مثلا كيستعملوا واحد الجهاز ديال اللي كيلتقط الاشعه، وانطلاقا من دوك الاشعه اللي كيلتقط كيشوفوا الماكسيموم ديالو لا لونغور دون ديالو شحال. صافي ملي كيلقاوها اش كيديروا؟ ملي كيلقاوها كيستعملوا لنا هذه العلاقه ديال وين، وكيجبدوا درجه الحراره هي هذه. ولم اي لا لونغور دون بور لاكيل انتنسيتي دي رايمون ايمي بار لو كور نوار ا ان تمبيراتور تي اي ماكسيمال. هادشي قلنا. عندنا دابا واحد ليكزامبل. هاد ليكزامبل شنو هو؟ هاد ليكزامبل هو الطريقة اللي دارو باش عرفو درجة الحرارة ديال الشمس. درجة الحرارة ديال الشمس باش عرفوها، راه ماشي مشاو واصلو حتى للشمس عاد قاسو درجة الحرارة. لا ما يمكنش الشمس ما يمكنش يوصلوا لعندها عاد يقيسوا درجة الحرارة ديالها. اش دارو؟ كيما قلت لكم التقطوا الأشعة اللي كتصيفطهم الشمس، ولقاو بان الماكسيموم ديال ديك الاشعه لا لونغور دون ديالو شحال هي 500 نانومتر. اذا ملي لقاو هاد لا لونغور دون هي 500 نانومتر، اشنو؟ صافي طبقوا العلاقه ديال وين، جبدوا لنا درجه الحراره ديال الشمس اللي هي هذه هي 5800 كيلفن. وهاد الطريقه كيستعملوها مع جميع الاجسام، اي جسم كيما بغى يكون. المهم الجسم كيبعث بواحد الاشعه، وجميع الاجسام تقريبا راه كتبعث الأشعة اللي كتكون درجة الحرارة ديالها كتكون حتى جسم الإنسان حتى هو راه يمكننا نطبقوا عليه هذه العلاقة باش نعرفوا درجة الحرارة ديالها. دابا غندوزو دابا الكاتاستروف الترا فيوليت. لاحظ معايا من السمية ديالها كاتاستروف الترا فيوليت، هذا دابا مشكل، هذا هو المشكل فاش وقعوا العلماء جاسي هاد غايليو جينز. هاد غايليو جينز انطلاقا من القوانين الكلاسيكيه، من القوانين ديال الفيزياء الكلاسيكيه، يعني القوانين ديال الالكترومغنيتيزم، القوانين ديال الميكانيك ديال نيوتن، دوك الاشعاعات جاو صابوا لنا واحد العلاقه. هاد العلاقه اول حاجه علاش صابوا هاد العلاقه؟ هاد غايليو جينز جاو صابوا هاد العلاقه ملي ما قدر جاو هما بغا يفسروا لنا لا تيوريزاسيون ديال هاد لاكورب. ها هو اللي خرج ليهم هاد لاكورب. ها هو راه ماشي تيوريزاسيون هاد لاكورب، هادشي راه اكسبيريمونطال، دي ريزلتا اكسبيريمونطال. غادي يجي دابا هاد غايلي وجينز غادي يبغيو يفسروا لنا هاد ليكورب ها هما بلا تيوريزاسيون، انطلاقا من القوانين. ملي جا السي هاد غايلي وجينز انطلاقا من القوانين قلنا الكلاسيكيه، جا ولقى لنا هاد العلاقه هي هادي لا دونسيتي دينيرجي. لقى هاد لا دونسيتي دينيرجي اون فونكسيون ديال لا فريكونس، هي نيت الفريكونس راه انفيرسمون بروبورسيونال لامدا. هاد العلاقه راه ايكيفالونت لهاد العلاقه هي. اشنو دابا؟ سي سيت اكسبرسيون ديكري بارفيتمون
la forme expérimentale de l'âme, c'est-à-dire la densité d'énergie, pour de très faibles fréquences, elle diverge rapidement des valeurs expérimentales. Donc, si cette relation de Rayleigh ou de Jeans, كتفسر لينا يمكن لي كتف بحال نتي كتفسر لينا هنا ملي كتكون عندي لامدا كبيره هاد الشويه ها كتفسر لينا بلاتي ها بلاتي ما غنشرحوش في هاد لاكور غنشرحو في هاد الاخر ها هو هاي هنا عندنا لاكور ديال لا تيوريزاسيون لا هاد لاكور ها هو اكسبيريمونتال ها هو هذا هو لاكور اللي غيرسم لينا غايلي وجينز كما كتلاحظوا هادي هاي ها راه هي لا فونكسيون ديال واحد على واحد على اكس كاري راه هي هذه هي شو واش لقى بحيث هاد اكس عندنا هو لامدا هاد العلاقه صالحه بالنسبه لواحد دي لونغور دوند اللي هما صغار هاد دي لون ماشي صغار دي لونغور دوند كبار بزاف او ما يعني بواحد الفريكونس اللي هو صغير لقاو بان هاد العلاقه يمكن لها تمشي مقربه لهاد لي ريزلت اكسبيريمونطو ولكن هاد لا كورب ها هو ها لاحظ معايا هنا قد ما صغارت لامدا ها هي غادي وكتصغر ماتيماتيكمون الى صغارت هاد لامدا هاد لا دونسيتي دينيرجي فين غتمشي غادي تمشي غادي غادي وكتكبر حتى طون فيغ لانفيني وهذا الشيء هاد الشيء مخالف لي ريزلت اكسبيريمونطال اللي حصلوا عليه شو علاش حصلوا اكسبيريمونطال كتبقى غادي لانتونسيتي هاد لانتونسيتي اللي هي لا دونسيتي دينيرجي كتبقى غادية غادية كتوصل لواحد الماكسيموم وكتعاود تنزل لاحظ معايا بما ان هنا كاين هاد الدومين هنا ديال الالترافيولي تسمات بلا كاتاستروف الالترافيوليت لحقاش هنا كاين تناقض كبير هنا في هاد الدومين ديال الالترافيوليت هنا شو الالترافيوليت الالترافيوليت هنا قال لك لا ديك لا دونسيتي دينيرجي ولات نيل واش هادي بالاكسبيريمونطال بقات غادي كتنقص حتى ولات نيل وشويه اش قالت بحال اش كيقول لي اش كتقول لهم هاد لا فيزيك كلاسيك كتقول لهم بلا لينيرجي راه غتبقى غاديه تكبر غتولي طون فيغ لانفين اذا ولا هنا تناقض وهاد التناقض هو باش سماوه بلا كاتاستروف الترا فيوليت اذا دابا هذه محدوديه ديال هذه هنا هذا هو الاول مشكل وقعوا فيه العلماء ما استطاعوش يفسروا لي غايولمون دي كورنوار وشكون اللي غادي يجي ينقدهم غادي يجي مسيو بلانك دابا حنا ملي كندويو دابا هادشي اللي كنا كندويو الله هادشي ها هو ها باقي هنا ما ظهر لنا لا او تتساوي اش ني لا كونستانت دو بلانك لا هادشي باقي كاع ما معروفش ها هو امتى غيجي تعرف امتى غتجي تعرف ديك لا كونستانت دو بلانك وديك او تتساوي اش ني هنا في هاد اللحظه ملي غادي يجي سي بلانك اش غادي يجي فسر لينا علاش